اتفضل يا خالد. اتفضل يا فندم. قول لي صحيح، ايه اخبار ادم؟ والله يا فندم مبسوط منه جدا، بيفاجئني. اكتشفت انه كويس جدا في الفرسيه، دار بيبقى راكب دار زي جده. بس انا مش عايزك تتبسط قوي، لان الولاد بيتغيروا بسرعه. يعني عادي جدا هتلاقيه السنه الجايه يقول لك انا مش عايز اركب خيل، انا عايز العب كوره. والله يا فندم انا هعمل له هو عايزه طالما هيبعد عن المشاكل. ربنا يقدرك يا خالد. ربنا يخليك يا فندم. ها خلينا بقى في شغلنا. اخبار ابو دعاء ايه؟ مراقبتنا للنشاط اللاسلكي للتنظيم طول الشهور اللي فاتت دي بتاكد شكوك يا فندم انه موجود في جنوب العريش. بس انا عايز الشكوك دي تتحول الى معلومات مؤكده. قريب جدا يا فندم، قريب. تقديرات الموقف لعمليه حق الشهيد بمراحلها الثلاثه بتاكد ان التنظيم انكمش بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت، وان قواتنا قدرت تفرض سيطرتها على شمال ووسط سيناء. وده واضح يا فندم على ارض الواقع. حتى العمليات اللي بيقوموا بيها دلوقتي عمليات زرع بوات او استهداف افراد من الجيش والشرطه. التنظيم فعليا في اقل من سنه ما بقاش قادر ينفذ عمليات كبيره. ده معناه ان هم عندهم عجز في مصادر التمويل والسلاح. ما هو ده لان احنا قدرنا نفقد التنظيم البريق اللي قدر يعمله لنفسه في السنتين اللي فاتوا. وده اللي خلاهم يلجأوا للعمليات الفردية والذئاب المنفردة في أكتر من بلد حوالينا. وأكيد طبعاً الأسلوب ده هيتنقل لأفراد التنظيم داخل سيناء. وده اللي بيخلي وصولنا لأبو دعاء هو هدفنا الرئيسي. عايزين نحافظ على حالة الضعف والانكماش اللي فيها التنظيم دي. بالتأكيد طبعاً هيبقى في قيادة بعد أبو دعاء، بس لا يمكن هتكون في كفاءته أو اتصالاته. أنا عارف يا خالد إن أنت مركز قوي في الملف ده، وعارف إن كل أفراد المجموعة معاك بيشتغلوا بكل طاقتهم، بس برضو عايزين نضاعف مجهودنا. كلها أيام يا فندم ونحدد مكانه، ده وعد مني. أهل البيت جالهم ضيوف. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.